وللحديث عن أهمية التلقيح باعتباره الحل الأنجع للحد من تفشي فيروس كورونا، نستضيف الدكتور البروفيسور جعفر هيكل، أخصائي في علم الأوبئة والأمراض المعدية. مرحبا بك دكتور. مساء الخير. نتحدثوا في البداية، شفنا التجربة العالمية، نشوفوا التجربة ديال المغرب. التجربة ديال المغرب فين وصلنا في التجربة ديالنا في اللقاحات، في إنتاج اللقاحات وفي إعطاء اللقاحات للمواطنين؟ المغرب عنده واحد التجربه اللي جميع الدول العالميه تتنوه بها والمنظمه العالميه للصحه. اكثر من 96% ديال الاطفال في المغرب هما عندهم التلقيح ضد الامراض المعديه ديال الطفوله، والمغرب معروف في هذا الاطار لا في الصحه ديال الام ولا الصحه ديال الاطفال. فعندنا تجربه وتجربه ميدانيه من الثمانينات والتسعينات في المغرب، بين بان عنده القدره باش يدير واحد التلقيح شمولي على الصعيد الوطني، وعندنا نتائج إيجابية جد مشرفة. نعم، تحدثوا الآن على تلقيح، الفرق بين العلاج العادية والعلاج الطبيعي والفيزيائي، وبين يعني أخذ جرعات من التلقيح أو التطعيم. طبعا في علم الأوبئة وفي الأمراض المعدية اللي مهم هو الإنسان ما ياخدش المرض، ما يكونش عنده تنقل ديال واحد الفيروس أو ديال واحد جرثومة. ملي تيكون الإنسان عنده المرض فتنشافيه، تنداويه، تيمشي عند الطبيب وتياخد الدواء. ولكن اللي أحسن حنا تنقولوا الوقايه خير من العلاج، راه حتى في احنا اللفظ ديالنا المغربي تنقولوا الوقايه خير من العلاج. اذا التلقيح هو اساسي لان تحميك من يجيك هذاك المرض، تحميك من الفيروسات، تحميك من الجراثيم الاخرى. حنا تنسميوها الوقايه الاوليه، لا بريفونسيون بريمير. الوقايه الثانيه هي من الانسان تيجيه المرض فخصنا نداويه ونعطوه الادويه. فاللي احسن في الواحد المنظومه الصحيه وفي اطار الصحه العموميه هو التلقيح، فاحسن وقايه اوليه هي طبعا التلقيح. نعم، نجيو الان المغرب اللي اعلن على واحد الحمله مكثفه غير مسبوقه في بلادنا اللي غادي تكون ضد فيروس كورونا. نتحدثوا على الاهميه ديال هذه الحمله، هذه ديال التلقيح اللي غادي تنطلق في الاسابيع القليله المقبله. اولا هذا قرار اساسي ديال صاحب الجلاله، واحد القرار اللي اهم بواحد الاهميه عظمى، لان غتكون اول مره في التاريخ ديال الصحه العموميه باش غادي يكون واحد التلقيح شمولي ضد واحد الفيروس اللي عطى واحد الجائحه اللي عندها واحد البعد صحي واجتماعي واقتصادي. فهاد التلقيح علاش اساسي؟ وخصنا الانسان يفهمه، لان اليوم الحاله الوبائيه فتتقلق. علاش؟ لان اليوم مثلا عندنا 6000 حاله في يوم واحد. شفنا بان التدابير الاحترازيه وصلنا لواحد المرحله، لان التدابير الاحترازيه فهما غير كافيه باش نوقفوا او نقصوا من هذه الجائحه. فالتلقيح، والحمد لله المغرب دخل في واحد البحث اساسي وعلمي سريري، سكون ابل فاس 3 ديال التجارب السريريه، وبين بان كاين نتائج لأساسي ومهمة. وزارة الصحة هي اللي عنت عليها. فإلى هذا التلقيح كان موجود في إطار المغربي، فالمغرب غادي يكون من أول دولة في العالم اللي غادير هذا التلقيح شمولي. فهذا تاريخي، لا تكلمنا في إطار العلم الأوبئة أو الصحة العمومية، فهذا تاريخي، واحد تلقيح شمولي وفي واحد الظرف وجيز، لأن هذه الجائحة عندها سلبيات كثيرة وبغينا الحماية ديال صحة المواطنين. فهذا التلقيح راه أولا وقبل كل شيء راه الحكومة علنت عليها لحماية صحة المواطنين ولسيطرة بواحد الكيفية عالية على هذه الجائحة. إذا خصنا نأكدوا بأن الوسيلة الأنجع للحد من الفيروس هو اللقاح حاليا. طبعا نعم. طبعا حاليا، لان ما كاينش واحد دواء نهائي، والتدابير الاحترازيه طبعا البعد الجسدي، لبس الكمامه، غسل اليدين، تيبقاو اساسيين ومهمين في اطار الصحه العموميه طبعا واحترام هاد التدابير. ولكن اليوم عندنا واحد السلاح اكبر واكثر اللي باش يمكننا نحميو صحه المواطنين، فخصنا كلنا نخرطوا في اطار واحد تلقيح شمولي اللي غادي يكون عنده مراحل. وتنظن بان وزاره الصحه او الحكومه غادي تعلن على هذه المراحل وشنو هما طبعا السكان اللي غادي يكونوا. نعم. اللي غادي يبداو في واحد المرحله اولية وثانيه وثالثه. نعم، دونك نتفقوا بان اللي يعني كياخذ التلقيح ما كيحميش نفسه فقط، كيحمي حتى الناس اللي محيطين به. طبعا لان تنحميو نفسنا، وهذه مسؤوليه جماعيه. غادي نحميو نفسنا ونحميو الاخرين ونحميو بلادنا، لان شفنا هذه الجائحه بان عندها سلبيات اجتماعيه واقتصاديه. والمغرب عمل جميع التدابير
لا لا ماديا ولا في اطار واحد السياسه ديال الحجر الصحي. فاليوم وتنظن بان المغرب غادي يكون من الدول اللي غتبين بان في اطار الصحه العموميه فعطات واحد دفع جديد اللي غادي يمكن له حتى هو اصلاح البلدان الاخرى بحال في افريقيا او في بلدان اللي حتى هما بغاو يديروا التجربه المغربيه. شكرا جزيلا بروفيسور جعفر هيكل، اختصاصي في علم الاوبئه والامراض المعديه، على كل هذه التفاصيل.